من محظورات الإحرام أيضا أيها الحاج المبارك، أيتها الحاجة المباركة، بعد أن يتقي المرء الرفث والفسوق والجدال في الحج، لقول الحق جل في علاه: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد فسرنا الرفث والفسوق والجدال وقلنا ما هو الحج المبرور في الفيديو السابق. من محظورات الإحرام أيضا الأشياء التي حرمت على الحاج بارتدائه لملابس الإحرام وبتلبيته وتكبيره: قتل الصيد البري، قتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه، لقول الحق سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ولما ورد في الكتب، في كتب الستة، كتب الصحاح، ورد هذا الحديث في هذه الكتب المباركة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا في مسير، كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم غير محرم، وبعضهم غير محرم، يقول: فرأيت حمار وحش، فرأيت حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح واستعنت بهم، استعان بأصحابه على صيد هذا الحمار فأبوا أن يعينونني، فأبوا أن يعينونني فاختلست صوتا من بعضهم وشددت على الحمار فأصبته فأكلوا منه فأشفقوا، فأكلوا منه فأشفقوا. قال: فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا رسول الله وكانوا أحرص الناس على دينهم، سألوا رسول الله فقال رسول الله: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه، أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وقال وفي بعض الروايات وفي بعض النسق: هل معكم من لحمه شيء؟ قالوا: نعم. قالوا: نعم. فرفعنا له الذراع، فرفعنا له الذراع فدعا بها وأكل منها. أخرج هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله. إذن من محظورات الإحرام التي يحرم على الحاج أو المعتمر بعد إحرامه الركن الأول، أن يأتي بالركن الأول من أركان الحج أو العمرة وهو الإحرام، يكون محرما عليه قتل صيد البر والإشارة إليه أو الدلالة عليه. ودليل ذلك حديث أبي قتادة كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله.